السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أن أناقش وياكم موضوع الابتكار. هل الابتكار هو عبارة عن ضرورة أم رفاهية؟ طبعا في ناس يظنون أن الابتكار هو عبارة عن شيء إضافي، شيء جيد أن الواحد يكون عند يعني ابتكار، لكن مو بضرورة، ومعناته حياة أو موت. وهذا الشيء اللي معظم الناس ينظرون له ويفكرون فيه، لكن اللي يطالع الأعمال والمشاريع والشركات بعد ما تصعد وبعدها ما ينتبه أن هذه الشركات قاعدة تنتهي، شركة ثانية تأخذ مكانها، بعدها الباحثين والدارسين يدرسون يكتشفون أن سبب انهيار هذه الشركة هو أن هي ما كانت تبتكر، كانت ترى أن أي شيء جديد بيكون رفاهية لأنها ما وصلوا إلى القمة، والشركات الثانية اللي قاعدة تحل محلها يعني هي اللي وصلت إلى القمة. وهذه الشركات أحياناً تعيد صياغة نفسها بالابتكار وتحافظ على قمتها. اللي يطلع على الابتكار وتموج الابتكار يشوف أنه في قرون سابقة كان الابتكار يأخذ فترة طويلة إلى أن يتحقق، الموجة مالته تكون عريضة، لكن عمق الابتكار يكون بسيط وأبسط مع القدم. في السنوات الأخيرة الابتكار أصبح يعني مو عريض، سريع جدا لكنه عميق، نقلة نوعية. في شركات تنهار، في منتجات تنتهي، في أعمال ما يكون لها وجود، وهذا التموج العميق سريع قاعد يزداد سرعة ويزداد عمق. لذلك أصبحت ثقافة الابتكار ومهارة الابتكار هي الأساس في هذا الزمن، هي الآن الأمي مو مثل اللي مثل قبل اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، الأمي أصبح اللي ما عنده مهارة ابتكار. الزمن القادم يكون زمن صعب، زمن فيه كثير من المستجدات، كثير من التقنيات، كثير من برامج، كثير من الطوارئ. إذا ما عندنا هذه المرونة وهذه القدرة ما راح نقدر ننجح في السنوات القادمة. حياكم الله، أخوكم أحمد بهزاع.